أن الحملة العسكرية التي يشنها النظام والطائرات الروسية على مدينة حلب استهدف النظام مساء هذا اليوم حي السكري بصاروخ من نوع أرض أرض. طبعا مكان الاستهداف أماكن مدنية بحت، كما نرى عشرات المباني تهدمت وستة شهداء كحصيلة أولية أخبرنا بها الدفاع المدني وعشرات الجرحى، وكما نرى لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف تحاول حتى هذه اللحظة إجلاء المصابين والعالقين تحت الأنقاض. بسم الله الرحمن الرحيم. قام النظام بإطلاق صاروخ من عيار ثقيل، أول مرة بشوف هيك صاروخ، دمار واسع في الأبنية، دمار ما بنوصف طويل، 10 أبنية لها تاريخ الساعة هاي منهارة بشكل كامل. لحتى اللحظة هاي في عنا عشرات الشهداء، عشرات الجرحى، والبحث جال عن مفقودين. لتاريخ الساعة طلعنا 6 عائلات من تحت الأنقاض طيبين، والبحث جال عن مفقودين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 17/5/2016، حرب نفسي عادت الحرب إليها من جديد. هناك هجوم عنيف صباح يوم الثلاثاء بالتقدم من قبل جبهة النصرة والفصائل المشاركة من أحرار الشام، جبهة النصرة، جنود حمص، أهل السنة والجماعة في المنطقة تحت غرفة عمليات ريف حمص الشمالي بالتقدم والسيطرة على حاجز بلدة حرب نفسي. حتى هذه اللحظة وردتنا أنباء عن اغتنام دبابي 72 من قبل جبهة النصرة والفصائل المشاركة، واغتنام ذخائر كثيرة ورشاش 14.5 والتقدم. كما ذكرنا البارحة تم تدمير أربع دبابة ومدفع 23 على جبهة الزارة وعلى جبهة الجرجيسي. هناك الآن ثلاث حربيات في ريف حمص الشمالي يقومون بالتنفيذ على قرية الزارة وعلى قرية حرب نفسي. نشوف خليكم انتم بعيدين، راح نخبر الشرطة. لا حدا قرب له ابني. هيدا الجسم الغريب هون. محمد انا شفته مع الاولاد. جامد نحن الشرطة الحرة المجتمعية بنتشكر الطلاب اللي بلغوا عن الجسم الغريب وما قربوا ليه حتى ما يأذوا حالهم يأذوا حواليتهم. بنتشكر الأساتذة اللي علمونا الطريقة. طبعا نحن في حالة حرب معرضين في أي لحظة تنزل قذيفة على شكل لعبة أو شكل قذيفة أو شكل طابة، هذا اسمه جسم غريب بعيد عنك ما بتعرفه، جوز ينفجر عليك يقتلك ويقتل حواليتك.
ونحن كشرطه مو اختصاصنا نشيل الجسم الغريب، اختصاصنا نبعد الناس وما نخلي حدا يتأذى. لكن هذا اختصاص دفاع مدني او كتيبه عسكريه، هندسه عسكريه هي بتشيله. لكن نحن على مسؤوليتنا اليوم بدنا نشيله نحن، يعني ما في كتيبه عسكريه او دفاع مدني يعني في الضيعه. نحن الشرطه الحره بدنا نشيله على مسؤوليتنا. نحن مستشفى نسائية والأطفال بعزاز أعلنا تضامننا مع مستشفى الأهلي، مو لأشخاصه ولا الأطباء، أعلنا تضامننا معه كقطاع طبي إنه مثله مثلنا. هو تعرض اليوم لاعتداء، ممكن نحن نتعرض لاعتداء. بصراحة هذا الأمر مفروض يتم معالجته من أهل القرار. الخصائص العسكرية والقادات يعني لازم يتخذوا قرارات هامة تمنع الاعتداءات على أي قطاع طبي، أي فصيل لازم يتحاسب، يعني يكون قرار صارم، ما هو إنه مثلا يوم اثنين ثلاثة وبعدين والله صلح وبمشي الحال، لا خلاص يا جماعة. يعني هي الأخوتنا قادة الفصائل، يا جماعة أنتوا أخوتنا ونحن خدم لكم. يا جماعة بعض المسيئين عم يعطوا صورة خطأ عنكم، بعض المسيئين وهن قلة قليلة، نتمنى تتم معالجتهم بسرعة، معالجة مشاكلهم بالسرعة القصوى. طبيب هاي طبيب، مادر أطباء، نرجع نكرر مادر أطباء، الطبيب لازم تحترمه يا أخي، طبيب عم أنقذ أرواح، كادر طبي عم أنقذ أرواح، نحن ما لنا فصائل عسكرية، نحن مجاهدين. نقوم بتزخيط طريق المؤدي لمنطقة الغاب من مدينة خان شيخون، طريق المعروف طريق الهبيط خان شيخون، هنا طريق خان شيخون الهبيط، وهلق عنا ترقيع بقلب شوارع مدينة خان شيخون، وفي تزفيت بعض الأماكن، وعنا الأستراد طريق الدولي خان شيخون معارة النعمان، كمان عنا إصلاحات بقلب الطريق. الإدارة العامة للخدمات حاولت يعني تغطي قسم لا بأس به من مدينة خان شيخون. نشكر إدارة الخدمات في مدينة خان شيخون، زفتت لنا طرقات كانت محفرة، سهلت علينا هلأ سيارات الإسعاف، سهلت علينا الخدمات للمواطنين. تم التواصل مع مجلس المحافظة، وعن طريق مجلس المحافظة قمنا بالتواصل مع البرنامج الإقليمي السوري، وقمنا بطلب استبدال المولد القديم بمولد جديد طاقتها أكبر واستطاعتها أكبر. طبعا المولد القديم تم استبدالها بسبب أنها كانت كثرة الأعطال فيها وعدم وجود قطع التبديل في السوق. هذا الأمر اللي أدى إلى توقف محطة المياه لأكثر من 20 يوم، واليوم إن شاء الله سنقوم بإعادة تشغيل محطة المياه وسقاية الناس في بلدة التح. محطة المياه فيها 3 آبار مي، المحطة بتغطي تقريبا بحدود 40,000 نسمة في بلدة التح والمزارع المحيطة، حتى المخيمات النزوح على أطراف بلدة التح. المحطة هي ما هي محطة ربحية، محطة خدمية. اليوم سعر الصهريج برا على مستوى أنه الديزل غالي ومفقود، شبه مفقود من السوق، فالأسعار برا تقريبا بحدود 4,000 أو 5,000 سعر الصهريج. نحن عندنا الأسعار مخفضة جدا، يعني عم ناخذ سعر التكلفة فقط، سعر تكلفة الديزل. هذا مفتوح، هلا خلها عم يعبي يلا.